تغطية مباشرة جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه وفدا أمريكيا يضم السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كلا من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموما بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية. دكتور رضا، بعد التحية، يعني كيف تابعت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد الكونغرس الأمريكي وحرص الولايات المتحدة على الاستماع إلى الرؤية المصرية حول تطورات الأوضاع في غزة وسبل وقف هذا التصعيد؟ طبعا اللقاء مهم جدا، مثل هذه اللقاءات مهمة جدا لنقل وجهة النظر المصرية والتأكيد على الموقف المصري في هذا الصدد. الولايات المتحدة الأمريكية هي الدعم الرئيسي لإسرائيل وهي محور التوصل إلى أي حلول، سواء فيما يتعلق بالهدن أو وقف إطلاق النار أو حتى التسوية العادلة للقضية الفلسطينية. فالولايات المتحدة تلعب دور رئيسي، هي التي تقدم الدعم الكامل لإسرائيل وهي التي تمده بالأسلحة والذخائر، وبالتالي لو تغير الموقف الأمريكي سيحدث هناك تغيرا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية. وبالتالي مصر مهتمة في هذا الصدد بنقل وجهة نظرها إلى الجهات الضاغطة والقوى الضاغطة داخل الولايات المتحدة، فالكونجرس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة يمثلون قوة ضاغطة على اتخاذ متخذ القرار الأمريكي. وهناك منذ فترة تغير في الدعم أو انتقادات لسياسة بايدن في الدعم المطلق وغير المشروط لإسرائيل، وأصبح هناك مطالبات داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب بضرورة تقييد هذه المساعدات وبضرورة أنها لا تكون مفتوحة على الإطلاق. وبالتالي عندما يلتقي الرئيس ويلتقي وزير الخارجية المصري مع هؤلاء الشخصيات الأمريكية ستنقل وجهة النظر إلى الولايات المتحدة، سيحدث تغير في الضغط. وبالتالي مصر تؤكد في كل اللقاءات وفي كل المحافل الدولية على أهمية وقف إطلاق النار الفوري، عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين، هذه أولوية أولى، ثم تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، ثم بدء المسار الجاد بالإجماع الدولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. نعم، يعني كيف ترى الجهود المصرية لإقرار التهدئة والوصول إلى حل عادل ودائما وشامل القضية الفلسطينية في ظل المبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي وأيضا موقف الفصائل الفلسطينية وحركتي فتح وحماس على وجه الخصوص؟ مصر بالتالي بالتبعية لم تؤول جهدا في هذا الصدد، ومنذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى ومصر تطالب بالجهود والتسويات السلمية وضرورة وقف إطلاق النار. مصر كانت أولى الدول التي دعت إلى
قمة القاهرة الدولية الإقليمية للسلام، ثم شاركت في كل المحاولات وكل الجهود بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التحركات داخل مجلس الأمن والجمعية العامة، آخرها طبعا المبادرة المصرية التي قدمتها لوقف الحرب في غزة، وهي مبادرة كانت جيدة جدا وكان ممكن السير فيها، إلا أن إسرائيل والحكومة اليمينية المتطرفة دوما هي التي تحدث تحركات أو تصرفات تعرقل المحاولات الجادة لأي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. نتنياهو موقفه متأزم جدا داخل إسرائيل وعليه ضغوط كثيرة، وسيتعرض للمحاكمة إذا ما خرج من سدة الحكم، وبالتالي هو يحاول أن يخرج منتصرا أو يخرج بشكل ما منتصر. العمليات العسكرية على الأرض داخل قطاع غزة لم تحقق أي نتائج عسكرية ملموسة، سوى ما حققته من دمار وتخريب للقطاع، سوى ما حققته من انتهاكات وجرائم حرب في حق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، التدمير الشامل للبنية التحتية داخل قطاع غزة، حتى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية. فإسرائيل أيضا تعمل بشكل لم نعهده حتى في مثل هذه الحروب أو مثل هذه الأزمات الإقليمية، أن يكون عرقلة، هناك عرقلة لجهود الغاثة وجهود إدخال المساعدات الإنسانية. نعم. القصف المستمر للمدارس وأماكن الأنهوا في غزة، في قطاع غزة، أكثر عمليات عسكرية حدث فيها خسائر في القطاع الطبي والقطاع الصحي وقطاع الإغاثة. اليوم أيضا نشهد أن الوفد الأمريكي الموجود سيقوم بزيارة إلى مدينة العريش خلال الساعة القادمة أو تقريبا يعني في هذا التوقيت، وبالتالي سيكون هناك تأثيرا لمشاهدة ما تقوم به مصر من جهود إغاثة. سيتفقد مبنى الهلال الأحمر في العريش ثم ينتقل إلى معبر رفح البري لمشاهدة عملية دخول الشاحنات على الطبيعة، ستنقل الصورة كاملة إلى هذا الوفد. يعني أعتقد أن كل هذه الأمور ستشكل ضغط. أيضا كان هناك وفد يوم الأربعاء الماضي من مجلس الشيوخ والنواب برئاسة السيناتور جوني أرنست، وهي جمهورية لها سياسات أيضا كانت تدعم إسرائيل وتدعم عملية التطبيع الإقليمي في المنطقة، وسبق لها زيارة المنطقة قبل أحداث طوفان الأقصى كانت يوم 5/10 في المملكة العربية السعودية، ثم تبعتها زيارة الإمارات والبحرين في محاولة لتسريع عملية التطبيع مع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي كل ما تنقل لها هذه الصورة، كانت اللقاء يوم الأربعاء مع وزير الخارجية المصري ثم التقت بالسيد الرئيس وهي والوفد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم نقل الصورة أيضا لها بنفس السياق الذي نقل الوفد الأخير، بأنه لابد من الوقف الفوري لإطلاق النار، عملية إنفاذ المساعدات، عملية التسوية العادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين. فبالتالي كل هذه الأمور ستكون تشكل ضغوطا على الجانب الأمريكي. شفنا أيضا أن هناك سيناتور أمريكي طبعا وهو ديمقراطي، يعني كان بيعارض ودعا إلى عدم تمرير عملية تمويل 10 مليار دولار عدم الموافقة عليها لإسرائيل، ودعا إلى أنه يجب ألا يستمر دفع الضرائب الأمريكي في التواطؤ في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال في غزة. وبالتالي هناك تحركات أيضا على الصعيد الشعبي أو النيابي في الولايات المتحدة الأمريكية بيضغط على بايدن. زيارة وزير الخارجية الأمريكي أعتقد في الجولة الرابعة له التي سيقوم بها بدءا من اليوم لمنطقة إسرائيل والضفة الغربية، وأعتقد أنها ستتصل أيضا بمباحثات مع الدول الإقليمية المساهمة في عملية إنهاء هذه الحرب مثل مصر وإسرائيل. فتحمل هذه المرة رسائل إلى
إسرائيل بأهمية إنهاء الحرب، الخسائر كثيرة جدا داخل الجيش الإسرائيلي، الخسائر الاقتصادية داخل إسرائيل قوية جدا وعنيفة تضغط على المجتمع الإسرائيلي بشكل غير مسبوق. أمريكا في موقف لا تحسد عليه لأنها أوقفت أيضا المساعدات إلى أوكرانيا، وبالتالي أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ينظرون إليها بأنها ورطتهم في حرب مع روسيا، والآن تسحب كل التمويل وكل الدعم إلى إسرائيل حلفتها الأولى، وبالتالي الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى محاولة الوصول إلى حل يخرجها من هذا المأزق. فأعتقد أن بلينكين سيحمل رسائل هذه المرة لمحاولة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة. شاهدنا أيضا منذ ساعات قليلة وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث لأول مرة عن خطة إسرائيل ما بعد الحرب على غزة، وبدأ في طرح حلول أو لكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب. صحيح، فهذا أيضا يعطي انعكاسا أن إسرائيل تحاول أن تلقي بكرة في الملعب يلتقطها الأطراف القائمة على عملية المفاوضات لمحاولة إخراج إسرائيل من هذا الأمر والخروج من قطاع غزة بشكل لا يشكل هزيمة لها، ولكن يشكل أنها تتعرض إلى ضغوط من المجتمع الدولي وبالتالي ستنسحب من قطاع غزة، ولكن تحاول أن تحتفظ بشكل ما يضمن لها السيطرة والهيمنة على قطاع غزة. حماس لن تنتهي من قطاع غزة، والمقاومة بصفة عامة المقاومة الفلسطينية لن تنتهي ولن تزول، ولا بد من أو لا حل سوى الوصول إلى حل الدولتين. إسرائيل أحيانا ما تلجأ إلى بعض العمليات، شاهدنا عملية اغتيال القيادي الحمساوي صالح العروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، هي عملية خرجت خارج نطاق الحرب ولكنها عملية أمنية استخباراتية، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تغير شكل العمليات وتسحب الجانب الفلسطيني والجانب حزب الله إلى مناوشات معها. الرد جاء هادئا من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن الحزب الله حسن نصر الله في كلمات يوم الجمعة أنه سيقوم بالرد، وأرجع النقاش فيما يتعلق بالشكل اللبناني إلى كلمة أخرى. طب يعني كيف ترى مستقبل المنطقة بعد هذا الحادث والمرحلة التالية، خاصة وأننا نترقب يعني زيارة بلينكين للمنطقة؟ الشيء الوحيد الثابت في هذا الموضوع هو ما حذر به أو حذر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول، لا تجعلوا الأمر يتطور إلى نطاق أو إلى نزاع إقليمي يجر أطراف المنطقة إلى صراع إقليمي موسع. إسرائيل تجر المنطقة بالكامل إلى حافة الهوية وإلى صراع إقليمي موسع، وبالتالي أمريكا تعي هذا الأمر وأنها لن تكون بعيدة عن التورط في هذا النزاع إذا ما تم التوسع فيه، وبالتالي أمريكا تحاول تضييق هذا النزاع. شاهدنا ما يقوم به الحوثيين في منطقة باب المندب، الأمر يمتد إلى الجبهة اللبنانية، هناك إشكاليات في العراق وفي سوريا فيما يتعلق بقوات التحالف والميليشيات والقوى العسكرية، البعضها موالي لإيران والبعضها أصل بالأصل هو بالتبعية ضد تواجد الغربي أو تواجد الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية والأراضي العراقية. فبالتالي أمريكا تحاول أن تخرج بشكل يحفظ ماء وجهها ويحفظ ماء وجه إسرائيل. إسرائيل هي يعني يمكن في هذه الحرب حجم الدعم وحجم المساعدات الذي تم تمريره إليها من الولايات المتحدة يعني كبير وبشكل واسع، وبالتالي يجب على الجميع أن يضبط النفس، وعلى إسرائيل أن تنحاز إلى القوة المطالبة بإيقاف وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات، وضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية. نعم. شاهدنا أيضا تحركات من بنيامين نتنياهو ضد الوزراء اليمينيين، يعني بيلزموا بعدم الحديث فيما يتعلق بحادثة اغتيال صالح العروري،
نفي المتحدث الرسمي لما صرح به بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من أن هناك مشاورات مع دول أفريقية للإجبار الفلسطينيين أو لتهجير الفلسطينيين إلى دولة مثل الكونغو، ترويج لفكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين. كل هذه الأمور ترفضها مصر وترفضها الأردن وترفضها الدول العربية بالكامل، المملكة العربية السعودية والإمارات، الجميع يتفق أنه لا حل سوى دولة مستقلة على حدود 4 يونيو عاصمتها القدس الشرقية. كيفية شكل هذه الدولة أو تشكيلها أو المرحلة الانتقالية التي تتم بها، هذا الذي يجب أن يدرس حاليا، ولكن الحل النهائي هو الذي سيضمن الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة ويضمن استقرار المنطقة بشكل ما، ويضمن أولا نظرية الأمن الإسرائيلي التي أثبتت فشلها على مدار التاريخ. الحرب والعنف لا يجلب إلا العنف، لن يكون هناك إنهاء للمقاومة. حماس لم تنتهي، لم نرى أي نجاحات حتى من جانب الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بفصائل المقاومة وكتائب عز الدين القسام الموجودة في قطاع غزة. الأمر يتعلق سوى بعملية اجتياح فاشلة لم تحقق نتائجها المرجوة، خسائر شديدة جدا داخل الجيش الإسرائيلي، خسائر مادية للاقتصاد، وبالتالي لا بد من العودة والجلوس على طاولة المفاوضات. ولدينا مبادرة مصرية رائعة قدمت من مصر، لولا حد صالح العروري واغتيال صالح العروري لكانت تم مناقشتها. حماس طبعا اتخذت رد فعل سريع بتعليق المفاوضات. نعم، وصلت يعني وجهة نظرك. أشكرك الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية. ينضم إلينا أيضا الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي أو الإقليمي والدولي. دكتور أحمد، برحب بحضرتك. وما يتعلق بزيارة أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط، يعني هل تتوقع من هذه الزيارة نوع من التهدئة، نوع من تغير الموقف الأمريكي بشكل ولو جزئي تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة بعد اتساع نطاق الصراع ودخول أطراف إقليمية على خط المواجهة وحدث اغتيال صالح العروري؟ اولا صباح الخير على حضرتك وعلى صباح الخير. يعني طبعا بعد مرور 3 شهور وما يقارب من 23,000 شهيد وخسائر مختلفه واحتدام حاله الصراع وتوسعته زي ما حضرتك ذكرت بشكل اوسع ليتجاوز حدود قطاع غزه وينتقل الى مناطق ومراحل اخرى تهدد المصالح الامريكيه في المقام الاول، فبالتالي الزياره الزيارات المتكرره والزياره الاخيره بالذات انا اعتقد انها تحس إسرائيل على يعني وضع جدول زمني حقيقي لإنهاء حالة الصراع، لأن الصراع امتداده بشكل واسع بينذر بحالة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة بالكامل، وخاصة في قطاع غزة لا يعطي أمل في الوصول إلى حل حقيقي. الفكرة الرئيسية، هذا الموضوع بدأ يسبب إحراج كبير ل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من دعمها المستمر بالذخائر أدبيا وعمليا وخلافه وسياسيا، ولكن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية هذا البعد لا يغفل. بدأ تهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب ومنطقة الخليج العربي وخلافه ده لا يغفل. بدأ هناك تهديدات اقتصادية وخلافه كما ندري. بدأ هناك استهداف للقواعد او القوات العسكريه الموجوده في القواعد العراقيه وفي مناطق في سوريا وخلافه. هذا الموضوع كله بدا هناك تهديد للمصالح الامريكيه في المنطقه، فلا بد ان يكون هناك موقف يعني توافقي. للاسف مش هيكون حاسم لهذه الزياره مع الجانب الاسرائيلي ومجلس الحرب وخلافه، لوضع جدول زمني حقيقي لإنهاء هذه الحرب والانتقال لمرحلة ما بعد الحرب. ده سيقابل من وجهة نظري بعند وعدم تقبل الجانب الإسرائيلي كالعادة هذا التحرك، لأنه لم يحدث يعني نجاحات حقيقية على الأرض، سواء المرتبطة بتحرير الأسرى أو المرتبطة باكتساس حماس من القطاع، ولكن هو مستمر بشكل كبير
في هدفه بإطالة أمد الحرب لعملية استنزاف قدرات المقاومة ومواصلة القصف الجوي والبحري على جميع أنحاء القطاع لتنفيذ مخطط التدمير اللي هي فكرة الأرض المحروقة وتدمير البنية التحتية لعناصر المقاومة وتغيير، والأهم من هنا بقى، تغيير ملامح القطاع لبناء بيئة أمنية مختلفة تتفق مع المخططات الإسرائيلية للمشهد ما بعد الحرب. يعزز ذلك يعني أو مقابل ذلك في استمرار حالة من الصمود المقاومة تحقيق الأهداف وخسائر مؤثرة في الجانب الإسرائيلي رغم تفاوت القدرات العسكرية، استمرار هذه العناصر المقاومة في الحالة القتالية يعني لمدة 3 شهور يعني ده فعلا مؤشر خطير جدا ومؤشر مهم جدا. وبقى هناك تساؤل هل سيستمر على هذا الوضع من فكرة القتال المتلاحم الخسائر في الجانب الإسرائيلي، فتأتي الولايات المتحدة في هذا المشهد لوضع خط يكون يرتكز عليه للوصول إلى إنهاء الحرب ووضع تصوراتها ما بعد حرب غزة. نعم، الصمود الواضح للمقاومة الفلسطينية في وجه مخططات الاحتلال، كيف ترى يعيد رسم خريطة غزة، خاصة أن الحديث الآن عن سيناريوهات القادمة لغزة أو اليوم التالي لغزة؟ هو طبعا الصمود يعني لابد ان نعترف جميعا ان يعني الاداء العسكري لحركات المقاومه بكافه انواعها داخل القطاع هي الجزء الحيوي الوحيد في الفلسطيني في معادله الصراع. هذا الجزء واستمراره في حاله المقاومه ودراسه الارض دراسه جيده وهناك احترافيه حتى في الاداء كما نرى دائما في الفيديوهات المنشوره ده واحداث وخسائر بالغه بتؤثر في الداخل الاسرائيلي ومشهد التوابيت وايضا الوضع الاقتصادي وخلافه والاحراج لهذه الاله العسكريه القويه المصنفه في العالم عندما ما يكون هناك لا يكون هناك توازن قوى اصلا، يعني هناك في يميل بشكل اساسي الى الجانب الاسرائيلي، فبالتالي لابد ان يوضع هذا في الاعتبار لان انهاء الحرب في هذا التوقيت ده لا يعني انهاء الحرب او انهاء عناصر المقاومه والقدرات العسكريه، بالعكس استمرارها 3 شهور انها قادره على الامداد رغم غلق كافه منافذه والقتال المباشر والمتلاحم، ده بيعطي مؤشر ان عند انهاء الحرب في هذه اللحظه ستتعاظم هذه القدرات وسيزيد نفوذها وسيزيد تأثيرها وستزيد شعبيتها سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، فبالتالي هم يخشوا من هذا المشهد ويعاد تاني مشهد 7 أكتوبر. فهذا ولكن في نفس الوقت لا يقابله تنظيم من الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، لا، ولكن هناك تخبط وهناك خلل في النظام وهناك العقيدة ليست مسيطرة، العقيدة العسكرية ليست مسيطرة على الوضع ولكن تميل بشكل أكثر لعناصر المقاومة، فبالتالي وجود المقاومة في المشهد سيؤثر على تشكيل الوضع ولن يستطيعوا يعني اكتساسها بشكل كبير من المشهد، ولا بد أن المقاومة تكون رقم مهم في الحل ووصول إلى الإنجاز الوحيد الذي حدث لإسرائيل هو فكرة عندما تحققت الهدنة 7 أيام أنها قدرت أنها تحصل بأسلوب المقايضة وإيقاف ضرب النار على عدد من الأسرى الإسرائيليين. طيب، يعني الدور الإيراني أيضا في المشهد الراهن على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، برأيك يعني هل سيتجاوز مرحلة التهديد والوعيد إلى مرحلة المواجهة العسكرية مع إسرائيل بالفعل؟ لو هناك إصرار من إسرائيل على استمرار حالة الصراع وتزايد هذه الحالة من الوفيات والشهداء التي تحدث في الجانب الإسرائيلي الفلسطيني، بالتالي إيران وعناصر المقاومة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ستنتفض بشكل مباشر وشكل غير مباشر وشكل غير معلن، والمنطقة كلها ستهتز بشكل كبير. هنا دور الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا ترغب في توسيع دائرة الصراع لأنها تدرك جيدا أن توسيع دائرة الصراع سيهدد مصالحها الرئيسية في المنطقة وعلاقتها الاستراتيجية بالدول المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط ومصالحها، فهذا التحرك يعني
الدولة الوحيدة التي عندها القدرة على السيطرة وفرض أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية. هنا ستنتفض الولايات المتحدة الأمريكية لعدم رغبتها في فتح جبهات ليس لها مصلحة أن تفتحها بشكل. نعم، ما يتعلق أيضا بمستقبل حكومة نتنياهو في ظل تعالي الأصوات المطالبة برحيله بسبب خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة وفشل إعادة الأسرى حتى الآن، ما هي سيناريوهات نتنياهو في ظل هذه التطورات؟ أعتقد أن حكومة نتنياهو عقب 7 أكتوبر مباشرة هي انتهت يعني للمجتمع، ولكن فرض واقع الحرب والتهديد ببقاء إسرائيل وهذا الحدث الجلل وتداعياته على المجتمع الإسرائيلي وخوفه من سيناريو أن يتوسع هذا التحرك ويحفز دول أخرى أو عناصر مقاومة أخرى لزيادة التداعيات أو زيادة الاستهدافات وخلافه، جعل من الجانب الإسرائيلي عملية من التكاتف واللحمة في هذا الموقف لتدارك الموقف والتعامل معاه بحكومة حرب زي ما شفنا بالحكومة الحالية باستنفار الجيش الذي هز كبرياءه وعناصر الاستخبارات وخلافه التي يعني هزمت هزيمة نقراء في، وكان هناك فشل ذريع في تعاملها مع موقف 7 أكتوبر. فهذه الحالة من الهواجس المختلفة لتهديد الدولة بشكل مباشر فرض وجود حكومة نتنياهو خلال هذه المرحلة، ولكن يعني ظني واعتقادي الكامل أن عقب انتهاء الحرب مباشرة ستقال هذه الحكومة وسيطرح أسماء أخرى من الممكن أن يتصدرها بني كان. نعم، ما يتعلق أيضا بدعوة جنوب إفريقيا بمحاكمة قارة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 من الشهر الجاري، هل تتوقع فرض عقوبات دولية على إسرائيل ودفعها لتحمل فاتورة إعمار ما دمرته في قطاع غزة، أم أن الموقف الدولي سيظل متحيزا لها أيضا حتى في هذه المحاكمة؟ لا، سننتقل للمرحلة الأوسع، يعني نتكلم عن مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين لا يستطيع فرض قرار على ملزم على إسرائيل، يعني لما نتكلم على أكثر من 80 قرار بيدين الانتهاكات الإسرائيلية أو خلافه، يعني ممكن الرقم يزيد أو يقل يعني على ذاكرتي، ولكن إسرائيل لا تحترم المعايير والمقاييس الدولية والقرارات الدولية بشكل أساسي، وليست هذه المرة الأولى، ويدعمها للأسف بالذات بشكل كامل الولايات المتحدة وبريطانيا الداعمين عبر التاريخ، يعني الدولة التي أنشأت والدولة التي راعت يعني إسرائيل. ففكرة الالتزام بقوانين دولية أو بعض الأمور الملزمة على إسرائيل ممكن تحدث قرارات، ولكن لا، غير ملزمة ولا تحترم القواعد، وهناك يعني عدم احترام لهذه الرؤية للأسف الشديد. نعم، ما يتعلق أيضا بالموقف الأوروبي، كيف ترى في ظل تصريحات ماكرون الأخيرة مقارنة بالموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل؟ الموقف الأمريكي المنحاز ده نعلمه جميعا أنه له أهداف وله سياساته، وأمن إسرائيل هو العنصر الأول في الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ولكن الموقف الأوروبي كان في بداية الأمر داعم، ولكن لو نتذكر مع حادث مستشفى المعمداني بدأ ينتقل وبدأت تظهر الصورة بشكل أساسي مع رؤية الأطفال وخلافه والضحايا المختلفين. بمرور الوقت تأكد هذه الرؤية مع زيادة الأعداد ووصولها إلى ما يقارب من 23,000 شهيد وخلافه، حالة التهجير أو فكر التهجير غير ان ما حدث في الضفة وما يحدث في الضفة دي عنصر مهم جدا، لان دي برضو قاعدة للانفجار، ما يحدث في الضفة من حالة التصعيد والتضييق والتوسيع حالة الاعتقالات وخلافه، هذا الموضوع بتستنفر منه بشكل كبير قوي الدول الاوروبية، لدرجة ان في اوقات كثيرة رفضوا يعني استخدام او استيراد اي منتجات من المستوطنات، يعني المستوطنات او الضفرة. فهذا الفكر يعني بيتجدد خاصة مع حالة
البعد الانساني بدا يؤثر، وبدات الشعوب يعني زي ما احنا شايفين كده بتستنفر، وهناك مظاهرات، وبقى في تاثير شعبي على رؤى ووجهات نظر القاده، واقربهم الدوله الفرنسيه او الدول الاوروبيه بشكل عام، لان البعد الانساني هو الذي يزن رؤيتهم اتجاه الصراع في غزه، ولكن ليس ضد حماس يعني او ضد عناصر المقاومه يعني اتجاه اسرائيل هم عندهم ايقاف لضرب النار والانتقال لمرحله ما بعد الحرب، ولكن التعاطف مع البعد الانساني هو اللي فرض نفسه في هذا المشهد بشكل كبير. نعم، اشكرك دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسيه واستشاري الامن القومي او الاقليمي والدولي. معنا الاستاذ ناصر حسين الكاتب الصحفي. استاذ ناصر برحب بحضرتك، وكيف ترى يعني ما شهدته المنطقه مؤخرا على اثر اغتيال صالح العروري وزياره بلينكن المرتقبه؟ يعني هل سنشهد ربما تهدئة إذا جاز القول أم تصعيد في الفترة المقبلة؟ طبعا أولا بحييك وبحيي كل المشاهدين. شكرا. لكن الموقف متوتر جدا ونذير بالتصاعد، لكن مصر ليها جهود كبيرة في هذا الموضوع، محاولة احتواء التوتر. نعم. وعدم امتداد الصراع إلى المناطق المحيطة، وهو بالفعل ابتدى يعني يؤثر ويمتد. اولا هنجد ان على الجانب في مضيق باب المندب بيدخل الحوثيين على الخط، ده بيسبب انزعاج للتجاره العالميه. طبعا معظم السفن غيرت المسار ورفعوا قيمه الشحن، ده اثر علينا احنا في قناه السويس. طبعا الموضوع امتد الى لبنان بالنسبه لما تحاوله اسرائيل من استفزاز لحزب الله، وايضا الموضوع امتد الى ايران وثم الاغتيالات. فالموضوع متوتر للأسف. الموقف الأمريكي هو ما يزيد من هذا التصاعد، لكن نتمنى أن يكون هناك يعني جهود مصر تأتي بثمارها، لأن مصر عرضت خطة من 3 محاور، وهي طبعا ستكشف عنها عندما يكون هناك قبول للأطراف، وهي بدأت بالفعل تتفاوض مع الأطراف، لكن الصراع بيزداد. شفنا ازاي المحور او الجانب الانساني صعب جدا، وان فرنسا وماكرون ابتدى يغير موقفه، ابتدى يطالب الحكومه الاسرائيليه بوقف اطلاق النار الفوري. اسرائيل نفسها كمان خفضت الجيش بتاعها وابتدت تبرز على الاقتصاد. ممكن يحصل يعني عده سيناريوهات، نتمنى ان يكون في سيناريو التهدئه، وتدريجيا التهدئه بتؤدي ان شاء الله الى وقف شامل لاطلاق النار، يا اما هيكون في بقى السيناريو المتشائم لو استمر هذا العدوان واستمرت هذه الحرب وهذه التوترات، بالتاكيد ستؤثر على المنطقه ككل. نعم. والعالم ككل عموما، مش المنطقه فقط. لكن تلميح اسرائيل الى انتقالها الى مرحله جديده من الحرب بالتوازي مع حدث اغتيال العروري، يعني يشير في وجهه نظر محللين الى انها تعني استهداف قاده المقاومه الفلسطينيه. برأيك يعني إلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى استفزاز دول أخرى في المنطقة ودخولها على خط المواجهة؟ وتابعنا يعني تحذير حسن نصر الله مؤخرا من أن إذا كان هناك حرب على لبنان فسيكون الرد بلا سقف ولا قواعد ولا حدود ولا ضوابط. هل هذا الاستفزاز الإسرائيلي بيعني أن هناك نية لتوسيع نطاق ورقعة هذه الحرب؟ لا، هو في سيناريوهين. اولا بالنسبه اسرائيل كانت بتحاول من اول الحرب ان هي تتغلب على اخطائها في الماضي وهزيمتها من حزب الله، طبعا كلنا فاكرين ده، فهي بتحاول تستفز حزب الله ولا تكرر الاخطاء مره اخرى وترد له الضربه، لكن حزب الله اذكى من ذلك، هو يرد فقط بعمليات متقطعه في رد فقط على اي هجوم تقوم به اسرائيل فهو يرد، غير ذلك لا يستفز. بالنسبه لاسرائيل نفسها لديها ايضا طريقتين. اولا نتنياهو له موضوع شخصي، لانه هو نفسه مجرد انتهاء الحرب سيحول المحاكمه بتهم فساد، فهو من يعني هو عايز يستمر في الحرب، لان كمان صوره اسرائيل ان هي ما وصلتش لتحقيق اهدافها ان هي تقضي على حماس، وده شيء مستحيل جدا. حماس فكره لا يمكن القضاء عليها، هي من حقها المقاومه طبعا. الحاجة الثانية ان هي عايزة تظهر قدام الشعب او الرأي العام الامريكي الاسرائيلي
ان هي طلع خرجت منتصرة، لكن ليها تخطيط تاني. هي بتقول بدل ما احنا بنخسر جنودنا، بدل ما احنا بنستمر في الحرب، لا احنا نسرحهم ونبتدي نستهدف قادة حماس، وده اللي هي السيناريو اللي هي بتمشي بيه. لكن في ضغوط في نفس الوقت من اهالي الرهائن والضحايا، لان بعضهم قتل وقتل بنيران اسرائيلية. فبالتالي ممكن وانا اتمنى ذلك ان الوساطة المصرية باذن الله بس تصحبها وساطة قطرية عربية، ان نوصل لتهدئة، وبالتالي الى مجموعة هدن وليس هدنة واحدة، الى ان نصل الى وقف اطلاق النار، لان العالم كله متضرر مما يحدث على الجانب الانساني. هو ليس ضد الفلسطينيين فقط، ولكن ضد الانسانية كلها. نعم نعم. أيضا يعني أستاذ ناصر، الجهود المصرية للوصول إلى تهدئة فضلا عن إنفاذ المساعدات، كيف تراها بعد يعني المقترح المصري الأخير، وأيضا في ظل لقاء رئيس عبد الفتاح السيسي بوفد مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا؟ تمام، أنا متفائل جدا بالموقف المصري. دايما يعني حصل حروب كتيرة ضد غزة، حصل هجوم كتير ضد غزة، كان دايما الحل بيأتي من مصر. وعلى فكرة الموقف المصري دايما ليه تقديره من الولايات المتحدة الأمريكية. هما لما الرئيس دعا لقمة دولية كانت أول دولة شاركت وبقوة هي الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا المخطط المصري مبني على التفاوض مع الأطراف، وطالما أن هناك طرف بدأ يستجيب للمفاوضة ممكن يستجيب الطرف الآخر. ايضا موضوع انفاذ المساعدات مصر تسير فيه بقوه، حتى ان اسرائيل سمحت مؤخرا طبعا بان يبقى فيه مسار بحري من قبرص الى غزه للمساعدات. وانا اعتقد ان الحل سياتي عن طريق مصر، لان دايما موضوع غزه بينتهي في النهايه بطريق الحل المصري. يبقى فقط استجابه الجانب الفلسطيني والاطراف الاخرى العربيه ان هي تكون مشاركه. نعم. مع تجاوب من الولايات المتحده الامريكيه ممكن نوصل لتهدئة. نعم، أشكرك أستاذ ناصر حسين الكاتب الصحفي. إذا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه التغطية المباشرة، لكن بالتأكيد متابعتنا متواصلة على مدار اليوم لكل ما هو مستجد. كونوا معنا دائما على شاشة النيل. إلى اللقاء.